السلام عليكم. علم الدم للمرحلة الثالثة. المحاضرة بعنوان Platelet Count، عدد الصفيحات الدموية. البلاتليت هي صفيحات دموية، لها تسمية أخرى هي الترومبوسايت، الخلايا القطرية. منشأها هو في نخاع العظم من خلايا نسميها بالميجاكاريوسايت. الميجاكاريوسايت هذه فيما بعد تتجزأ هذه الخلية إلى أجزاء صغيرة، هي اللي نسميها بالبلاتليت. تلعب دور مهم في عمليات وقف النزيف، وظائفها متعددة. الصفيحات الدموية ممكن تزداد أو تقل حسب الحالات المرضية المتعددة، وأيضا ممكن تقل أو تزداد لأسباب غير معروفة. من تقل أعداد الصفيحات الدموية نحن نطلق عليها مصطلح الترومبوسايتوبينيا، ومن تزداد نطلق عليها بالترومبوسايتوسيس. عندنا بعض الأمثلة على زيارتها ونقصانها. من تقل أعداد الصفيحات الدموية أو الحالات اللي ممكن تقل بها أعداد الصفيحات الدموية هي الدانك فيفر أو حمى الدنك اللي سببها فيروسي، وأيضا الأيوذوباتيك ترومبوسايتوبينيك بوربورا مجهولة السبب تكون هنا، العقاقير ممكن الأسبيرين، وكذلك الأبلاستيك أنيميا أيضا ممكن تقلل أعداد الترومبوسايتوبينيا، وكذلك الحالات السرطانية أيضا. الترومبوسايتوسيس أيضا ممكن تزداد بالحالات السرطانية، وأيضا تزداد في حالات الهايبر أكتيفيتي أوف فون مورو، فرط النشاط في النخاع العظم، أو بحالة أنه الشخص عدى فقر الدم الحديدي، وأيضا في حالة الكرونيك مايلو بروليفيريتيف ديسوردر، وحالات أخرى عديدة. مبدأ الاختبار هذا هو يعتمد على استخدام محلول تخفيف يعمل على تحليل كريات الدم الحمراء، وبعد ذلك فحص هذا المزيج تحت المجهر. المواد والأجهزة اللي نحتاجها لإجراء عملية الفحص هي مجهر وسلايد خاص، هو نفس اللي استخدمناه لعد خلايا الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء اللي هي نيو بارر تشامبر. سلايد خاص نعد خلايا الدم، نحتاج بايبيت خاص أيضا قياسها 20 مايكروليتر، وأيضا بايبيت أخرى تدريجية أو تكون قياسها مدرجة ب 2 مللتر. تيوب التست تيوب بقياس 12×75 مليمتر، وكذلك ميكانيكال ميكسر. الكاشف اللي نستخدمه لإجراء الفحص هو الأمونيوم أوكساليت، هو محلول تخفيف بتركيز 1% في الماء المقطر، يخزن في الثلاجة ويفلتر كل مرة قبل الاستخدام. يعمل هذا الأمونيوم أوكساليت على تحليل خلايا الدم الحمراء. طريقة القياس هي بأخذ 380 مايكروليتر من محلول التخفيف بالإضافة إلى 20 مايكروليتر من الدم، ومزجهم بشكل جيد، ثم تركهم لمدة 10 دقائق حتى يعمل محلول التخفيف هذا على تحليل خلايا الدم الحمراء. ممكن عملية المزج تكون يدوية أو باستخدام الميكانيكال ميكسر. بعد ما قمنا بمزج المحلول مع الدم وتركها لمدة 10 دقائق، نقوم بوضعها على الهيموسايتوميتر، على الشامبر الخاص، السلايد الخاص بعملية العد، وأيضا نقوم بترك المزيج على السلايد لفترة 10 إلى 20 دقيقة حتى تستقر الصفيحات الدموية على السلايد. أثناء عملية الترك هذه 10 إلى 20 دقيقة راح يتبخر المحلول، وهذا الشيء لازم نتجنبه، لازم نمنع عملية تبخر المحلول أو المزيج اللي خليناه على السلايد. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بوضع قطعة من القطن المبللة بالماء ووضعها داخل بيتري دش طبق زرعي، ووضع السلايد الخاص بعملية العد بجانبه، بالتالي نمنع عملية التبخر. بعد ذلك نقوم بوضع السلايد تحت المجهر،
ونحدد منطقة القياس اللي هي المربع المركزي على عدسة 10. بعد ذلك نقوم بتكبير القوة إلى 40x، ونلاحظ الصفيحات الدموية اللي تكون إما بيضاوية الشكل أو كروية الشكل تحت المجهر. نقوم بعملية العد في 5 مربعات مثل ما استخدمناها في عد الـ RBC. هذا هو السلايد، تدريجيات السلايد مقسمة إلى 9 مربعات كبيرة. كل جزء من هذه المربعات التسعة خاصة بعد خلايا معينة. على سبيل المثال، هذه المؤشرة أو الموجودة بالجوانب هي خاصة بالوايت بي سي كاونت، عد الكريات الدم البيضاء اللي شرحناها سابقا. الموجودة بالمركز، هذه المربعات المقسمة اللي هي عبارة عن 25 مربع، موجود داخل كل مربع من هذه المربعات 25 16 مربع أصغر، الخاصة بعد الـ RBC وكذلك خاصة بعد الصفيحات الدموية. نفس طريقة العد كريات الدم الحمراء، نستخدم 5 مربعات من هذه المربعات 25 لعد الصفيحات الدموية. ونفس المبدأ، أنه من نعد الصفيحات الدموية الموجودة على أحدى الخطوط لازم نتجاهل الموجودة على الخط المقابل إلها. إذا نحسب الموجودات على الخطوط العلوية لازم نتجنب الموجودات على الخطوط السفلية. المربعات اللي اختارها او احددها لقياس الصفيحات الدموية هي نفسها اللي اخترتها لعد الصفيحات اللي عد الكريات الحمراء، اللي هي اذا رقمناها من هنا 1 و5، وكذلك الموجود بالمنتصف والموجودات بالزوايا السفلية، هذا وهذا. بعد ما اقوم بعملية العد في هذه المربعات الخمس، أقوم بضرب الأرقام اللي حصلتها في رقم ألف حتى أحصل على عدد الصفيحات الموجودة في 1 ملم مكعب من الدم، أو أقوم بضربها في 10^6 حتى أحصل على أعداد الصفيحات الدموية الموجودة في الماكرولتر المكعب. هنا المعادلة الخاصة لعملية العد هي الان هي عدد الصفيحات الدموية اللي عديتها في الخمس مربعات مضروبة في التخفيف اللي هو 20 في المساحة اللي في الحجم اللي هي المساحة ضرب العمق في 10^6. بهذه الطريقة أحصل على عدد الصفيحات الدموية الموجودة في الدم. راح نشرحها عمليا طريقة العد شلون تكون بشكل مفصل أكثر.